لازم طريقة حمص بطعام مختلفة. أنا جبت 300 جرام حمص نقعتهم ليلة كاملة، بعدين نسلقهم حتى ينضج، ممكن ياخذ ساعة أو أكثر أو أقل. هيك نضج، بنوضعه صف الماء وبنطحنه هو سخن، هذا أول طحنة. بعدين بنوضعه بالثلاجة بنتركه حتى يبرد تماما، بعد ما يبرد زي هيك بكون. بعدين بنوضعه بالثلاجة، بعد ما يبرد جيبه بنوضع عليه ليمونتين معصورين، بنوضع طحينة وملح حسب الرغبة، الطحينة والملح الكمية، وهيك بنطحنه. ممكن نطحنه بطعام مختلفة هيك العادي السادة، ممكن نوضع مع جرادة الخضرة طعمها كتير، هي روعة بالخاصة لرمضان وللصفر. ممكن نوضع البنجر المسلوق برضو بيعمل لون وطعم كتير، هو رائع. عندي أكثر من 600 وصفة صحية، المهتم بالغذاء الصحي يشترك حتى يوصلكم كل جديد. إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.